هذا سيدي مع اصدقاء من اهل مكة، واهل مكة مصابين بمرض المولد، ومرض المولد حفلات المولد، وانه صلوات على النبي وما في شيء. فالبارح كان بيني وبينه حديث، قلت له المولد هذا في رأيي انا انه خطر اكبر من الجرائم الاخلاقية، لانه خارج عن ما امر به سيدنا رسول الله. وعلمونا شيخنا نعمان رحمه الله ان كل عمل لازم يكون خالص لوجه الله ومتمشي مع قال رسول الله هو مقبول، غير كده لا يمكن او معرض للقبول يعني. فحبيت انك تتفضل علينا وكلنا نستفيد لانه عايشين في محيط كله كده، يسمع من جنابكم كلمتين يستفيد في دينه، لانه تأثر بانه هذا المولد هو ما في شيء وانه بس صلوات على النبي. على الرغم من ان والدك ينقل عنك نقلا صحيحا، لكن احب ان اسمع منك ان شئت قبل ان اتولى الكلام انا معك. ايش من اكرزرك يعني؟ في عندنا هنا في البلد في معروف تعرف السيد محمد علي المات. اي نعم. انا ما سمعت منه ايوه شخصيا، لكن المعروف عنه يقول انه في وقت ذكر الرسول المولد النبوي انه عنده احاديث تثبت انه روح الرسول تحضر لهذا الاشياء لهذا الذكر. هذا اشهد هذا بأيدي كلام الوالد، شايف كيف؟ فانا ما عندي الحمد لله لا بدعيات ولا شركات بفضل الله ولا شيء. جميل. لكن يعني اللي استغربت انه جزاء اللي يكون موجود في المولد او اللي يمشي في المواليد النبوية اكثر من الجرائم الاخلاقية، هذا اللي انا يعني ما اعرف. طيب ربما انا أعتب على والدك حينما قال ما سمعت. شرح لي لا تستعجل علي. أنت أنكرت هذه المبالغة أنه الاحتفال بالمولد أخطر من الجوانب الأخلاقية، وينبغي إذا كان الناس محاطون بجماعة من أهل البدع والانحراف عن الكتاب والسنة، فينبغي دعوتهم رويدا رويدا بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا نحن رفعنا الآن من كلام الوالد أو من غيره هذه المبالغة، ولا نقول ابتداء أن الاحتفال بالمولد النبوي هو أخطر من جريمة من الجرائم، رفعنا هذا الكلام، لكن هل أنت مقتنع أن الاحتفال بالمولد النبوي لا يجوز في دين الإسلام؟ إن كنت مقتنعا فسامح والدك بتلك المبالغة، إن كنت غير مقتنع فلا تأخذ المبالغة، خذ ما دونها، وأنت غير مقتنع بها على الفرض يعني. فهل أنت مقتنع بأن هذا الاحتفال الذي عليه الناس اليوم هو يعني غير جائز شرعا؟ ولا أقول أنا جريمة، ولا أقول إنها أجرم من كبار الجرائم، لكن هل أنت مقتنع أن هذا ليس من شرع الله وأنه من المحدثات الأمور، أم غير مقتنع؟ في صنفين من الناس يا تفضل، يعني اللي سيد محمد او اللي اسمعه منه، شايف كيف؟ يعني اشوف يمكن شيء مقبول، لكن في بعض الناس تأولوا الاشياء مثلا لعزائم ودبايف وهذه الاشياء. انا مضطر ان اقطع كلامك. تفضل. أنا سألتك هل أنت مقتنع أم لا، فأخذت أتكلم عن الشيخ محمد. الشيخ محمد ليس بين يديها، ولو كان بين يديه لا تكلمت معه بأسلوب آخر.
أنت مقتنع بأن هذا الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو ليس من الشرف شيء؟ الجواب نعم لا. أحد شيء في نوعين منهم، في ناس مقتنع بهم في ناس غير مقتنع بهم، لأنه يعني زي لا أنا ما بتكلم عن الناس، بقول احتفال من حيث هو الاحتفال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. والله يا شيخ إني مقتنع هذا هو الجواب. الآن أقول الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو خير أم شر؟ خير. هذا الخير يجهله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ لا. أنا لا أقنع منك الآن أن تقول لا، بل يجب أن تبالغ وأن تقول هذا مستحيل. مستحيل أن يخفى هذا الخير إن كان خيرا أو غيره على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ونحن لم نعرف الإيمان والإسلام إلا من طريق محمد عليه الصلاة والسلام، فكيف نعرف خيرا هو لم يعرفه؟ هذا مستحيل. صحيح؟ دقيقة تقول خذ دقيقتين بدل دقيقة واحدة. أعين له استمر؟ لا ما نحاسبه. تفضل. بعده هذا إحياء لذكرة التكريم له. معليش هذه فلسفة نحن نعرفها نسمعها من كثير من الناس وقرأناها في كتبهم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما دعا الناس هل دعاهم إلى الإسلام كله ولا دعاهم إلى التوحيد؟ دعاهم للتوحيد. أول ما دعاهم للتوحيد، بعد ذلك فرض الصلوات، بعد ذلك فرض الصيام، بعد ذلك فرض الحج وهكذا. لذلك أنت امشي على هذه السنة الشرعية خطوة خطوة. نحن الآن اتفقنا أنه من المستحيل أن يكون هناك خير عندنا ولا يعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ ولذلك ينبغي أن تصبر علي، فقد بلغ الله بي الآن لازم البلوى. لا في بيكون إيش نفسك طويل معي يعني. جزاك الله خير. قلت أن أنفا كلمة لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها كبشان، هي أن الخير كله عرفناه من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندك شك أو ريب في هذا الكلام؟ أنا أعتقد أن من شك في هذا فليس مسلما. من أحاديث الرسول عليه السلام التي تؤيد هذا الكلام قوله صلى الله عليه وسلم: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به. ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به. إذا كان المولد خيرا وكان مما يقربنا إلى الله زلفى، فينبغي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دلنا عليه، صح ولا لا؟ ما أنا لا أريد منك أن توافق دون أن تقتني بكل حرف مما أقوله، ولك من الحرية والصلاحية أن تقول أرجوك هذه النقطة ما اقتنعت بها. فهل يعني توقف في شيء مما قلته حتى الآن ولا أنت ماشي معي تماما؟ جزاك الله خير. إذن ما تركت أن يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به. نحن نقول ما دام أنت ذكرت الشيخ فلان، نحن نقول جميع المشايخ هذا المولد هو خير في زعمكم، فإما أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دلنا عليه، وإما أن يكون لم يدلنا عليه.
فإن قالوا قد دلنا عليه قلنا لهم هاتوا برهانكم كنتم صادقين، ولن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا أبدا. نحن قرأنا كتابات العلوي وغير العلوي في هذا الصدد، لا يدلون بدليل سوى أن هذه سنة حسنة، بدعة حسنة أحسن. يقولون أن هذه بدعة حسنة، أي كلهم الذين يحتفلون والذين ينكرون الاحتفال هم متفقون على أن هذا المولد لم يكن في عهد الرسول عليه السلام ولا في عهد الصحابة الكرام ولا في عهد العلم الأعلام، كلهم متفقون. لكن يقولون إيش فيها؟ كما قلت أنت صلاة الرسول ونحن ذلك. نحن نقول لو كان خيرا، هنا أيضا كلمة لابد أن نتفق معك فيها أو نختلف عليها ثم نجند حولها ونتبع الحق الذي يظهر الله تبارك وتعالى لنا. هذا الخير لو كان خيرا لسبقونا إليه. أنت تعرف حديث الرسول عليه السلام، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، تعرف هذا العمد؟ خير الناس قرني، يعني العصر الذي كان فيه الرسول والصحابة، هذا خير الناس، ثم الذين يلونهم يعني التابعين، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين. هذا نص حديث الرسول عليه السلام وهو في الصحيحين في البخاري ومسلم، وهذه نقطة أيضا لا خلاف فيها بين المسلمين، كلهم مجمعون أن أفضل الناس بعد رسول الله الصحابة، وأن أفضل الصحابة الخلفاء الأربعة، وأن أفضل الخلفاء الأربعة هو أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا متفق عليه بين المسلمين جميعا. فهل أنت بما أتيت من عقل وفهم وفي ذلك إن شاء الله البركة، هل تتصور أن يكون هناك خير نحن نسبقهم إليه علما وعملا؟ يمكن هذا؟ والله يا شيخ يمكن من ناحية العلم، يعني الله سبحانه وتعالى، يعني لو الرسول عليه الصلاة والسلام من وقتها قل مثلا الناس التابعين له انه الارض تدور، فكيف عفوا لا، نحن سجلنا عليك حيدة رقم واحد، نرجو ان لا نسجل حيدة رقم اثنين. الحيدة الاولى حينما سألتك ما رأيك في كذا حشرت في الموضوع الشيخ العلوي، انا اسألك الان وانا اتكلم معك من ناحية العلم. اسمح لي فضل. انا ما سألتك عن ناحية العلم فقط، انا ذكرت شيئين، ذكرتم شيئين، فأنت تجيب عن هذين الشيئين. من ناحية العلم، والآن حيدتك هذه في الواقع أفادتني، أهلي بطبيعة الحال بالعلم هو العلم الشرعي وليس الطب. مثلا أنا بقول أن الدكتور هنا أعلم من ابن سينا زمانه، لأنه جاء بعد قرون طويلة وتجارب عديدة وعديدة جدا، لكن هذا لا يزكيه عند الله ولا يقربه على القرون المشهودات الفكرية، لكن يزكيه في العلم. نحن نتكلم في العلم الشرعي بارك الله فيك، لازم تحط في بالك هذا. لما أقول لك هل تعتقد أننا نحن يمكن أن نكون أعلم؟ نعني العلم الشرعي، لا نعني العلم التجربي هذا، الجغرافيا والفلك والكيمياء والفيزياء، ما نعني هذا كله. يعني افترض الآن في هذا الزمان إنسان كافر بالله ورسوله مشرك، لكن هو أعلم الناس بأي علم من هذه العلوم، الفلك والجغرافيا ونحوها، هل يقرب ذلك إلى الله زلفى؟ إذن نحن لا نتكلم الآن في هذا المجال، نتكلم في العلم الذي هو
نريد أن نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. نحن كنا في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. فيعود السؤال الآن وأرجو أن أحظى بالجواب بوضوح بدون حيدة ثانية، ما سجلنا عليه حيدة ثانية. فأقول: هل أنت بما أتيت من عقل وفهم وذكاء وفطرة سليمة ممكن أن تقتنع أن ما نحن في آخر الزمان يمكننا أن نكون أعلم من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين في العلم الشرعي، بقول الآن مقيدا، وأن نكون أسرع إلى العمل بالخير والتقرب إلى الله من هؤلاء السلف الصالح؟ يدخل في عقلك هذا الكلام؟ دقيقتين تفضل. الحين بالنسبة للعلم الشرعي قصدك تفسير القرآن؟ أقصد تفسير القرآن. تفسير القرآن أسمع أكثر منه. اسمح لي نص الكلام يقولون عندنا في الشام ما علي جواب، أنت تسألني وعلي الإجابة. أنا أقول هم أعلم منا بتفسير القرآن، وهم أعلم منا بتفسير حديث الرسول عليه السلام، هم في النهاية أعلم منا بشريعة الإسلام. هل عندك شك في هذا؟ الحين أنا بقول لك يعني بالنسبة لتفسير القرآن يا سيدي، يعني يمكن الآن يعني أكثر من زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله كده يبغى. من ناحية الحين زي كلمة الآية القرآنية اللي قرأ بسم الله الرحمن الرحيم مثل الأرض هامدة وهي تمر مر السحاب، يعني لو وقتها الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم الأرض تدور كان أحد صدقه؟ ما كان أحد صدقه، فترك الله سبحانه وتعالى اللي عندهم العلم وفهم الناس ويشوفوا هذه الأشياء. يعني أنت ترغمنا ولا مؤاخذة أن نسجل عليك حيدة ثانية؟ لا، عشان نخش فيه ولا مؤاخذة. ما خشيت ولم تستطيع يا أخي. أنا بسأل عن كل مش عن جزء. قد أكون أنا أعلم من الشيخ بصحة حديث، لكن يكون هو أعلم مني بتفسير القرآن، لكن يا ترى هو أعلم بالشرع والإسلام ولا زيد؟ ما يصير تقول أنت بقى هو أعلم مني بالتفسير وأنا أعلم منه بالحديث. نحن نسأل سؤالا عاما، الإسلام ككل من هو أعلم به؟ طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته. فهذا الذي نبغاه منك بارك الله فيه. ثم التفسير الذي أنت تدندن حوله ليس له علاقة بالعمل، له علاقة بالفكر والفهم. فكون مثال الذي ضربته وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، اسمح لي. نعم، هي الأرض ولا الجبال؟ ترى الجبال مش الأرض. وإن شئت نحن تكلمنا معك في هذه الآية وأثبتنا لك أن الذين يقولون هذا يدل على أن الأرض تدور لخطأ، لأن هذه الآية تتعلق بيوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله واحد القهار. لسنا على كل حال في هذا الصدد، وأنا أسلم معك جدلا أنه قد يكون رجل من المتأخرين يعلم حقيقة علمية كونية أكثر من صحابي أو تابعي إلى آخره، لكن هذا بارك الله فيك ليس له علاقة بالعلم بالعمل الصالح الذي يقرب إلى الله زلفى. اليوم هذه العلوم الفلكية الجغرافية، أنا أقول لك بصراحة الكفار أعلم منها فيها، صحيح؟ لكن ما الذي يستفيدون من ذلك؟ لا شيء. نحن لا نريد الآن أن نخوض في هذا اللا شيء، نريد أن نتكلم في كل شيء يقربنا إلى الله زلفى. ونحن لا نتكلم في المولد النبوي الشريف، هذا خير، واتفقنا أن هذا الخير لو كان خيرا لكان سلفنا الصالح وعلى رأس محمد صلى الله عليه وسلم هم أعلم به منا وأسرع إلى العمل به لو كان خيرا. هذا كلام في شك، فلا تحد عن هذا الموضوع، تأتينا بأمور فلكية وعلمية
ليس لها علاقة بالإنسان من حيث أنه يريد أن يتقرب إلى الله بعمل صالح. فالآن أنا قلت لك كلمة أرجو أن لا تنساها، متفق عليه بين الفريقين المختلفين الذين ينكرون المولد والذين يقرونه أن هذا المولد ما كان في زمن الرسول. يجب أن تعرف أنت هذه الحقيقة التي لا تعرفها. تعرفها؟ طيب، فإذا هذا مولد ما كان، أي هذا الخير ما كان في زمن الرسول والصحابة والتابعين أي المجتهدين، كيف خفي هذا الخير عليهم؟ لابد أن نقول أحد شيئين: عالموا هذا الخير كما علمناه وهم أعلم منا، أو ما علموا هذا الخير وكيف علمناه نحن؟ فإن قلنا علموه فلماذا لم يعملوا به؟ هل نحن أقرب إلى الله زلفى؟ يعني هذه حقيقة كالشمس في رابط النهار، لا يستطيع أحد يريد الحق دون اتباع الآباء والأجداد والأهواء والمصانع وإلى آخره. إذا سئل هذا السؤال، هذا الخير الذي تدعونه، أحد شيئين لا ثالث لهما: إما أن السلف الصالح كلهم عرفه عليكم السلام، أو لم يعرفه. ليختار الشيخ فلان وعلام ما يشاء، نحن لا نفرض آراءنا على الناس إطلاقا، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. إذن أنت الآن خذ من الحرية، قل عرفوا، قل ما عرفوا، انظر النتيجة كيف تكون. أنا أجيبك، إن قلنا إن هذا الخير عرفه السلف، حينئذ نقول لماذا لم يعملوا به، وأنتم تقولون لم يعملوا به، صح؟ أليس يقولون هكذا؟ طيب، هذا الخير الذي تدعون أنه خير ولم يعملوا به، أسألكم الآن، عرفوا أنه خير؟ هل هناك شيء ثالث؟ إما أن يقولوا عرفوا أنه خير أو لم يعرفوا خيرا، في شيء ثالث فيما تظن؟ في شيء ثالث؟ يا عرفوا أنه خير أو ما عرفوا خيرا. نفترض نحن أحسن الاحتمالات بالنسبة لرأيهم، ما هو أحسن الاحتمالات؟ عرفوا، أليس كذلك؟ عرفوا أن الاحتفال بمولد الرسول عليه السلام هو خير. يأتي السؤال الذي لا مناص من الجواب له: لماذا لم يعملوا بهذا الخير؟ بل أنا أبالغ معك لإيقاظ شعورك، لماذا لم يخطئوا مرة؟ لماذا لم يخطئ عابد منهم، عالم منهم، صالح منهم فيحتفل بهذا الخير؟ لماذا؟ هل يدخل في عقل هذا الخير ما يعمل به أحد أبدا؟ وهم بالملايين، وهم أعلم منا وأصلح منا وأقرب إلى الله جلتا. أنت تعرف قول رسول عليه السلام فيما أظن: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. شايف قديش الفرق بيننا وبينهم؟ والذي نفس محمد بيده لو أن أحدكم أنفق من الذهب مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، لأنهم جاهدوا في سبيل الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقوا العلم منه ربا طريا بدون هذه الوسائط الكثيرة التي بيننا وبينه عليه الصلاة والسلام، كما أشار صلى الله عليه وسلم إلى مثل هذا المعنى في الحديث الصحيح: من أحب أن يقرأ القرآن ربا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد وهو عبد الله بن مسعود، ربا طريا يعني طازج جديد.
هؤلاء السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة الكرام لا يمكننا أن نتصور أبدا أنهم جهلوا خيرا يقربنا إلى الله زلفى وعرفناه نحن. وإذا قلنا عرفوا كما عرفنا لا نستطيع أن نتصور أبدا أنهم أهملوا العمل بهذا الخير. لعله وضح لك هذه النقطة التي أنا أدندن حولها إن شاء الله. واضح؟ جزاك الله خير. في شيء آخر، هناك أحاديث كثيرة وآيات تبين أن الإسلام كمل، وأظن هذه أيضا حقيقة أنت يعني متنبه لها ومؤمن بها، ولا فرق بين عالم وطالب علم وعامي في معرفة هذه الحقيقة، وهي أن الإسلام كمل وأنه ليس كدين اليهود والنصارى في كل يوم في تغيير وتبديل. وأذكرك بمثل قوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآن يأتي سؤال، هذا المولد النبوي هذه طريقة أخرى لإقناع الناس بأن هذا المولد ليس خيرا. الطريقة الأولى سبق بيانها أنه لو كان خيرا لعرفه السلف الصالح وهم أعلم منا وأبعد منا، ولو كان خيرا عرفوه. هناك أحاديث كثيرة وآيات تبين أن الإسلام كمل، وأظن هذه أيضا حقيقة أنت يعني متنبه لها ومؤمن بها، ولا فرق بين عالم وطالب علم وعامي في معرفة هذه الحقيقة، وهي أن الإسلام كمل وأنه ليس كدين اليهود والنصارى في كل يوم في تغيير وتبديل. وأذكرك بمثل قوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآن يأتي السؤال، هذا المولد النبوي هذه طريقة أخرى لإقناع الناس بأن هذا المولد ليس خيرا. الطريقة الأولى سبق بيانها أنه لو كان خيرا لعرفه السلف الصالح وهم أعلم منا وأبعد منا، ولو كان خيرا عرفوه لعملوا به وما هجروه وما تركوه. الطريق الثاني الآن، هذا المولد إذا كان خيرا فهو من الإسلام، فنقول هل نحن جميعا من منكرين لهذا المولد ومقرين له؟ هل نحن متفقون كالاتفاق السابق أن هذا المولد ما كان في زمن الرسول؟ نحن اتفقنا على هذه الحقيقة. كويس، هل نحن متفقون الآن على أن هذا المولد إن كان خيرا فهو من الإسلام، وإن لم يكن خيرا فليس من الإسلام؟ هذا أسلوب ثاني لعلك أيضا يسهل عليك أن تفهمه عني. إن كان هذا المولد خيرا فهو من الإسلام، وإن لم يكن خيرا فليس من الإسلام في شيء. حينئذ اليوم أنزلت هذه الآية في القرآن اليوم أكملت لكم دينكم، وليس هناك احتفال بالمولد النبوي، فهل يكون دينا فيما ترى؟ أرجو أن تكون معي صريحا ولا تظني أنا من المشايخ الذين يسكتون الطلاب بل عامة الناس، اسكت أنت ما تعلم أنت ما تعرف، لا، خذ حريتك تماما كأنما تتكلم مع إنسان مثلك ودونك سنا وعلما، خذ راحتك تماما، إذا ما اقتنعت قل لي ما اقتنعت. فالآن هذا طريق ثاني، إن كان هذا المولد من الخير فهو من الإسلام، وإذا لم يكن من الخير فهو ليس من الإسلام. وإذا اتفقنا أن هذا الخير لم يكن
يوم أنزلت هذه الآية فبديهي جدا أنه ليس من الإسلام في شيء. واضح هذا؟ أؤكد هذا الذي يقوله بأثر عن إمام مالك إمام دار الهجرة إمام المدينة. لابد تعرف عنه شيء. الإمام مالك الذي هو الإمام الثاني من الأئمة الأربعة، الإمام الأول أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله، الإمام الثاني مالك بن أنس الذي كان إمام أهل المدينة، والإمام الرابع محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله جميعا، والإمام الرابع أحمد بن حنبل. هذا الإمام مالك بن أنس اسمه ويقول قال: من ابتدع في الإسلام بدعة واحدة فقط، مش بدع كثيرة، من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرجالة. هذا شيء خطير جدا. من ابتدع في الإسلام بدعة يراها يظنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. إيش الدليل يا إمام؟ قال: اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. شوية مي. يقول المنه في سوى حفل المولد وانا حد. احفظ سؤالك هذا. من ابتدع في الاسلام بدعة يرى حسنة وقد زعم ان محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تمام كلامه الذي يكتب بماء الذهب. قال: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. متى هو يقول هذا الكلام؟ في القرن الثاني من الهجرة، في القرن اللي هو من قرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية. فما بالك في القرن الرابع عشر الخامس عشر؟ فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. هذا كلام يكتب بماء الذهب، بس نحن غافلون مع الأسف، غافلون عن كتاب الله وعن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أقوال الأئمة الذين نزعم نحن أننا نقتدي بهم. وهيهات وهيهات، بيننا وبينهم في القدوة بعد المشرقين. هذا إمام دار الهجرة يقول بلسان عربي مبين: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. اليوم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف دين، لولا ذلك ما قامت هذه الخصومة بين علماء يتمسكون بالسنة وعلماء يدافعون عن البدعة. لو لم يكن هذا من الدين ما صارت هذه الخصومة أبدا. كيف يكون هذا من الدين ولم يكن في عهد الرسول ولا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين ولا في عهد أتباع التابعين؟ الإمام مالك هو من أتباع التابعين، وهو من الذين يشملهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، لا ثم الذين يلونهم. الذين يلون الصحابة هم التابعون، والذين يلون التابعين هم أتباع التابعين، ومنهم الإمام مالك. يقول: ما لم يكن يوم نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم، ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. ومن نهاية كلامه: ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلوا به أولها. ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.
لماذا صلها أولها؟ بالإحداث للدين والتقرب إلى الله بأشياء ما تقرب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: لا تنسى ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به. لماذا لم يأمرنا رسول الله بأن نحتفل بمولده؟ هنا سؤال وهناك جواب سيعجبك إن شاء الله، وسترى خلاف ما تسمع. هناك احتفال بالمولد النبوي مشروع، ضد هذا الاحتفال الذي هو ليس بالمشروع، لأنه هذا الاحتفال لم يكن في عهد الرسول، لكن هناك احتفال كان موجودا في عهد الرسول. مع فرق شاسع، بول شاسع بين الاحتفالين. أول ذلك أن الاحتفال مشروع عبادة متفق عليها بين المسلمين جميعا، وثاني شيء أن هذا الاحتفال يتكرر في كل أسبوع مرة، واحتفالهم في السنة مرة. هذه فارقتان بين الاحتفال المشروع حيث هو عبادة بالاتفاق، ستعلمون ما هي هذه العبادة قريبا، وثانيا تتكرر هذه العبادة ويتكرر هذا الاحتفال في كل أسبوع مرة وليس في كل عام مرة. هذا لا أقوله فلسفة كلام ما أنزل الله به من سلطان، وإنما أروي لكم حديثا ومن أصح الكتب بعد كتاب الله وبعد صحيح البخاري، ألا وهو كتاب صحيح الإمام مسلم. ولعلك تعلم شيئا عن صحيح البخاري وصحيح مسلم، وأنهما يرويان الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يروي الإمام مسلم في صحيحه هذا بإسناده عن رجل من كبار الصحابة وهو أبو قتادة الأنصاري. قال هذا الرجل الصحابي الجليل: جاء رجل وهو يسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ قال، انظر الجواب، ما قال له مستحب مشروع كلام هيك موجز مختصر، لكنه أجابه بجواب تضمن الجواب الذي هو يسأل عنه وزيادة الجواب والعلة أو الحكمة. فقال جواب على سؤال: ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ قال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل القرآن علي فيه. إيش معنى هذا الكلام؟ كأنه يقول: كيف تسألني عن صوم هذا اليوم والله قد خلقني فيه وأنزل الوحي علي فيه؟ أي ينبغي أن تصوموا يوم الاثنين شكرا لله عز وجل على أن خلقني فيه وخلقني من جديد حين أنزل علي الوحي فيه، فينبغي أن تصوم يوم الاثنين. وهذا على وزان صوم اليهود يوم عاشوراء. ولعلكم تعلمون جميعا أن صوم عاشوراء قبل نزول فرض شهر رمضان كان هو المفروض على المسلمين. فرض الله على المسلمين صوم يوم عاشوراء قبل أن ينزل فرض صوم رمضان. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة رأى اليهود هناك سكان المدينة يصومون يوم العاشوراء، فسألهم عن ذلك. قال اليهود: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وجنده، فصمناه شكرا لله أن أنقذ الله موسى وقومه من فرعون وجنده.
فقال عليه السلام: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه فصار فرضا، إلى أن نزل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم فمن شهد منكم الصلاة فلا صوم. تقول السيدة عائشة: فلما نزل فرض رمضان كان من شاء أن يصوم يوم عاشوراء صام، ومن شاء ترك، لأنه نسخ فرضية صوم يوم عاشوراء بفرضية صوم شهر رمضان وبقي الاستحباب. الشاهد: رسول الله صلى الله عليه وسلم شارك اليهود قبل فرض شهر رمضان في صوم يوم عاشوراء. لماذا؟ شكرا لله أن أنقذ الله موسى وقومه من فرعون وجنده. فنحن أيضا فتح لنا باب الشكر لله أن خلق محمدا صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، وأنزل الوحي في يوم الاثنين. الآن أنا أسألك: هؤلاء الذين يحتفلون بهذا المولد الذي عرفنا أنه ليس من الخير بسبيل، أعرف أن كثيرا منهم أو قليلا منهم يصومون يوم الاثنين كما يصومون يوم الخميس، لكن ترى أكثر المسلمين يصومون يوم الاثنين؟ لا يصومون يوم الاثنين. أكثر المسلمين يحتفلون بالمولد النبوي في كل عام مرة، أليس هذا قلبا للحقائق؟ مع ذلك أريد أن أقول شيئا آخر: أكثر المسلمين لا يصومون يوم الاثنين، إذن أكثر المسلمين لا يحتفلون بولادة الرسول يوم الاثنين، لكنهم يحتفلون في كل عام مرة. هؤلاء يصدق عليهم قوله تعالى لليهود: أتستبدلون الذي أدنى بالذي هو خير؟ هذا هو الخير، صيام، ومتفق عليه بين المسلمين جميعا صوم يوم الاثنين، فهم لا يصومون يوم الاثنين. الجمهور، نأتي إلى هؤلاء الذين يصومون يوم الاثنين من المسلمين وهم قلة قلة بالمرة، هل يعلمون السر والحكمة في شرعية صوم يوم الاثنين؟ لا يعلمون. فأين هؤلاء المشايخ الذين يقيمون الدنيا ويقعدونها أن هذا احتفال بالمولد النبوي، هذا فيه خير وفيه صلاة الرسول وإلى آخره؟ لماذا لا يذكرون الناس بما هو أولا متفق عليه بين المسلمين أن صوم يوم الاثنين؟ ثم لماذا لا ينبهونهم أن هذا الصوم هو الاحتفال المشروع بولادة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ صدق الله حين قال لليهود: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ وصدق رسول الله حين قال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي رواية خطيرة جدا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على قارعة الطريق لكان فيكم من يفعل ذلك. فإذا نحن اتبعنا سنن اليهود، اليهود استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، نحن كذلك فعلنا في كثير من الأمور، استبدلنا الاحتفال بالمولد النووي كل سنة بالذي هو خير، وهو الاحتفال في كل يوم اثنين. وتأمل الآن كم الفرق، كل شهر أربع احتفالات، عوضنا عن هذا كله باحتفال واحد ليت كان له أصل، ليته كان من الخير. فإذا يتبين لك بوضوح إن شاء الله أن هذا الاحتفال الذي يفعله جماهير الناس اليوم هذا لا أصل له في دين الله عز وجل، وأن الاحتفال المشروع هو أن تصوم كل يوم الاثنين. إذا كنت أنت صحيح محب للرسول عليه السلام ما تحتفل هذا الاحتفال، لأنه لم يشرع الله
على يد نبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس من الخير بسبيل، وإنما تصوم كل يوم اثنين وتلاحظ السر في ذلك شكرا لله عز وجل على أن خلق نبيك عليه السلام في هذا اليوم وأنزل القرآن والوحي الذي نحن نتدين به في هذا اليوم. أما أن يعرض جماهير المسلمين عن هذا الصوم وهذا الاحتفال مشروع إلى ذاك الاحتفال غير مشروع فهذا قلب للحقائق الشرعية وتقليد لليهود الذين استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. بعد هذا نمشي خطوة إلى كلام الوالد. هذا هو قال وصدت أن كلامه فيه مبالغة، لكن حقيقة عند أهل العلم ما في مبالغة. لماذا؟ لأن قول القائل هذا خير وليس بخير هو تشريع في دين الله، وإذا كان تشريعا في دين الله من عنده هو وليس من الله ورسوله حينئذ صدق عليه قوله تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. شايف الخطورة من هنا تكمن، من هنا يأتي قول الوالد أن هذا شر من الجرائم التي يرتكبها الناس. أيضا من وجه آخر ليه شر؟ الذي يزني والذي يسرق يعلم أنه مجرم ويوما ما يرجى أن يتوب إلى الله ويقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أما الذي يبتدع في دين الله فهو يشرع في دين الله ما لم ينزل الله به سلطانا من جهة، ومن جهة أخرى لا يخطر في باله أبدا أن يتوب من هذا. كيف يتوب وهو يظن أنه كما قال تعالى هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لذلك قال عليه السلام وبهذه الكلمة أو بهذا الحديث أنهي جواب السؤال السابق ألا وهو قول عليه السلام أبى الله تبارك وتعالى أن يقبل توبة مبتدئ، أو كما قال عليه السلام. وهذا الإباء هذا إباء كوني كما ذكرت آنفا، أي لا يخطر في بال هذا الإنسان أن يتوب إلى الله لأنه لا يعرف نفسه أنه مخطئ مع الله ومتعدي على شريعة الله، ولذلك فهذا المبتدئ لا يتوب. ولذلك هؤلاء الذين يحتفلون وهؤلاء الذين يدعون إلى هذه الاحتفالات بكلام مزخرف هؤلاء سيموتون على هذا الاتباع في دين الله. وقد سمعت الآية السابقة أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بالله، ثم هناك الآية الأخرى التي لا صلة وثقة بهذه الآية وهو قوله تبارك وتعالى في حق النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لما نزلت هذه الآية قال عدي بن حاتم وقد كان نصرانيا ثم هداه الله فأسلم، أي هو يعرف النصرانية ويعرف النصارى، فأشكلت عليه هذه الآية لأنها تقول عن النصارى وهو منهم كان اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله. قال كيف هذا يا رسول الله؟ قال ألستم كنتم إذا حرموا لكم حراما حرمتموه وإذا حللوا لكم حلالا حللتموه؟ قال أما هذا فقد كان. قال عليه السلام فذاك اتخاذكم إياهم أربابا من دون الله. فأي شيخ يقول هذا حرام بدون دليل من كتاب الله أو حديث رسول الله، أو بقول لك هذا خير بدون دليل من كتاب الله أو من حديث رسول الله، فقد جعل نفسه مشرعا مع الله وجعل الناس الذين اتبعوهم في هذا القول بدون برهان من الله
اتخذوه ربا من دون الله تبارك وتعالى، وهذا يبين خطورة الابتداع في الدين، وأن هذا الابتداع هو شر من الأجرام التي يعرفها المسلمون أنها أجرام. هذا هو الذي أظن يقصده الوالد الكريم. عندي واحدة نقطة أنت تحت أحد الأخوة، تفضل. وهو أن قول الإمام مالك عليه رضوان الله أن فقد زعم أن رسول الله خان الرسالة، فأنا أعتقد وأظن المسلمين يعتقدوا أن الذي يظن في أو كافر هذا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، الله يعصمك من الناس. قد جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم أن رجلا من كبار التابعين جاء إلى السيدة. عندنا عبارة في الشام بصوت أحمدي واسع يسع كل الناس، خذ حضيتك تماما. قراية سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، أيوة، هذا مو تكريم له؟ هل أحد ينهاك أن تقرأ سيرته؟ لا، يعني هذا مو تكريم له؟ نعم. في ثواب خير من الله ولا لا؟ كله خير، ما تستفيد شيئا من هذا السؤال، ولذلك قطعت عليك الطريق وقلت لك هل أحد يمنعك من أن تقرأ سيرته؟ لكن أنا أسألك الآن سؤالا، هو هذا، ألا تعجلن يا أستاذ، أنا أسألك الآن سؤالا، هل يجوز في دين الله أن نأتي إلى عبادة فيها دقة شوية ما تأخذني، لكن أنا أتوسع معك بمثل ما أنت تتوسع معي إن شاء الله، إذا كان هناك عبادة مشروعة وخير لكن الرسول ما وضع لها وقتا وزمنا معينا ولا جعل لها كيفية معينة، أو ترك الأمر للناس، فهل يجوز في دين الله أن نأخذ هذه العبادة ونضعها في مكان معين رسول الله ما وضع ذلك، أو نبردقها ونكيفها بكيفية معينة رسول الله ما فعل ذلك، هل يجوز فيما تعلم؟ قل لي أعلم لا أعلم، ما في حياة في الدين، أنا أقول في كثير من المسائل لا أعلم، ولا أنزعج من كلمة لا أعلم، لأني حين أقول أعلم أذكر قول رب العالمين وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فهمت سؤالي؟ عندك جواب؟ بالله أشرح لك زيادة. والله الصلاة الرسول عليه السلام فيها إشكال أنها من العبادات، وأن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بعشرة في إشكال، هذا أمر مشروع. طيب، لو أن مسلما بعد أن قرأ الفاتحة وقرأ السورة وما بينه وبين ذلك إلى أن يركع قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أخطأ في هذه الصلاة أم أصابه؟ ما أخطأ، على حسب كلام الله. هذا هو المشكلة، أنت يجب أن تقول أخطأ. يجب أن أقول أخطأ؟ أيوة، لأنه أنا ما سألتك إذا واحد صلى على النبي أخطأ، أنا سألتك إذا صلى على النبي في مكان كذا، في فرق بين أمرين. أنا بقول لك رجل قرأ في الصلاة الفاتحة وسورة ولم يبقى أمامه إلا الركوع، قبل أن يركع وبعدما قرأ الفاتحة وسورة قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إيش رأيك هذا، أصاب أم أخطأ؟ لا، دعه يتكلم براحته، يعني بصوت أحمدي، خذ راحتك.
يعني للإنسان يعني بالمنطق يا شيخ يعني بالمنطق نعم يعني كيف ماني شايف أنا الآن بكلمك بالمنطق يعني كذا عندي على فترة الإنسان أشوفها أنه جائز ما فيها شيء كويس. فإذا واحد ركع وقال سبحان ربي العظيم 3 مرات أو أكثر من ذلك ما شاء وقال بعد ذلك قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أخطأ ما أصابه؟ ما أخطأ. الآن اسأل الشيخ اللي أنت تورطت به ولم تلقه وإنما سمعت عنه أن هذا المولد هو خير ويحتفل به سيقول لك هذا خطأ. ما اسأل أي شيخ شئت من أهل العلم ما حكم من يصلي على الرسول قبل الركوع؟ ما حكم من يقرأ قل والله أحد في الركوع؟ سيقول لك أخطأ. وهو عنده عقل وانت عندك عقل، هو عنده منطق وانت عندك منطق، وانا عندي منطق مثل ما عندك منطق. لكن الان نقف شوي عن كلمة المنطق. ترى البشر يعدوا بالملايين، ان لم نقل بلايين، ترى في عقل واحد يوافق عقل الاخر ولا تختلف العقول؟ تختلف أشياء. طيب من الذي يكون حكما في هذا الاختلاف الذي يقع بين الناس في بعض الأشياء؟ أليس هو الشراء؟ طيب الآن نأتي إلى قول عليه السلام صلوا كما رأيتموني مصلي. لابد سمعت بهذا الحديث يوما ما؟ طيب إذا علمت أن الرسول صلى 23 سنة وفي كل يوم 5 صلوات الفرائض وما شاء الله من النوافل الكثيرة خاصة في قيام الليل، وهو ولا مرة واحدة صلى على النبي أي على نفسه قبل الركوع، هل تظل على جوابك السابق أم تصححه وتقول لا هذا ما يجوز هكذا؟ وكذلك تتراجع عن قولك لأنه إذا قرأ قل والله أحد وراكع أنه أخطأ لأن الرسول ما قرأ القرآن في الركوع وإنما سبح الله عز وجل، ألست إذا علمت هذا العلم تتراجع أيضا عن قولك السابق؟ طيب إذن العلم هو النور وهو السبيل لمعرفة ما يجوز وما لا يجوز. تتمة الكلام في الشريط التالي. وقص على ذلك مئات الألوف من الأمثلة، لا يكفي بارك الله فيك أن تحكم عقلك أو عقل والدك أو عقلي أو عقل البنا أو عقل البشر كلهم في دين الله. الدين وحي من السماء تلقيناه من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نزيد فيه حرفا ولا ننقص لما سمعت من الآية السابقة اليوم أكملت لكم دينكم. وأنا ضربت لك مثلا بالصلاة لأن هذا أولى، لكن المسلم في كل حياته إن كان في الصلاة إن كان في الدار إن كان في الدكان إن كان في المصنع وإلى آخره فهو يعيش في دائرة الإسلام، فلا يجوز أن يخرج عن ذلك قيد أنملة قيد شعرة لأن